لكن معانا محامي نيره، استاذ محمد سلامه، محامي اسره نيره. استاذ محمد مساء الخير. اهلا بيك يا فندم، حضرتك اثرتي موضوع كبير واكثر من سؤال سالتيه من خلال حوارك الان. السؤال الاول بيقع على عاتق الجامعه والمدينه الجامعيه بالذات، لان البنت لما تعرضت لهذا الواقع كانت قبلها بساعات او ساعات بسيطه جدا معانا على التليفون، ووالدها محول لها احواله، وكانت صايمه في نفس اليوم ومحول لها رصيد على الفودافون، وكانت باستمرار كل ساعتين بتكلم والدها. هي اللي تنمر بها تلميذه او طالبه معاها في نفس الحجره. الابتزاز انا بستبعده لاسباب، ان البنت مستواها المادي ضعيف جدا ومستوى والدها ضعيف جدا، ولكن هو ابتزاز من نوع اخر. البنت اكتشفت علاقه ما بين احد زملاتها وطالب اخر معاها، فحبت اخفيها عن ذلك، ولكن البنت رفضت فبلغت زميلها. زميلها طلب منها ان يصور نيره وهي بتشطب او بتستحمى، وبالفعل صورتها وخدت هذه الصور وادتها لزميلها، وزميلها شيطها على الفيسبوك وحاولوا ان هم يستغلوا البنت عشان ما تبلغش المشرفه، ولكن البنت اصرت بالفعل على انها تبلغ المشرفه. ومن ثم بعدها لما فطرت قالت لوالدتها انا عندي مغص ومغص شديد جدا، واشتكيت للمشرفه، والمشرفه متكاسله على ما اتصلت على الرئيس، والرئيس اتصل على رئيس الجامعه او العميد الى اخره، اتاخروا في نقل البنت للمستشفى. الدليل في ذلك ان احنا لما رحنا او والدها راح اتلقى في بق البنت انابيب واكسجين معلق، والبنت موجوده في المستشفى. انا خدت سويعات كبيره على ما حاولوا ينقذوها، كان سجل لا طلع منها. انت فين يا جامعه في الوقت ده؟ فين اشرافك؟ ما فيش طبيب في المدينه الجامعيه ليه؟ عشان يشوف الحالات اللي زي دي. ده شق. الشق الثاني، لو البنت ميته مسمومه، وانا باكد ذلك ان البنت ميته مسمومه، لان البنت بعدها بشويه الاسترفيز اللي كانت بتاكل فيه قطه ماتت. الاسترفيز ده اختفى واتحط في مكان ما، وقطه احد القطط او القطط وصلت لهذا الاسترفيز وكانت منه ماتت. فدليل على ان السم موضوع في الاكل او في الشراب. طيب خليني ابتدي اسالك سؤال سؤال كده استاذ سلامه. تقرير الوفاه، تقرير الوفاه بيقول ايه؟ الاولاني تقرير الوفاه المبدئي قال حاله سم شديده. حاله سم شديده. السم ده ممكن يجي من ماده مسممه ولا من اكل؟ مش معقوله يكون من اكل فاسد يعني. السم اتحط في الاكل، لان البنت اصلا مسافره من ايام مع معدوده، من هنا من عندنا من الدقهليه. هل ممكن حد، معلش يعني، توصل الخلافات ان حد يسمها ولا ان هي تكون انتحرت؟ مستبعد، لان البنت مؤمنه وكانت في اليوم ده صايمه وبتصلي وعارفه ربنا كويس جدا، ده هي بتحاول تخفي احد زملائها عن الغلط اللي هي بتعمله مع احد زميلها، زملائها برضه. ايوه بس ممكن يعني الموضوع يصل الى، طبعا انت حياه النيابه هي اللي هتكشف برضه. مش البنت دي ولا الشخصيه دي، لان انا اعرفها عن قرب، لان والدها مدير مكتبي لاكثر من 15 سنه. طيب مش حاله الاسره دي اللي توصل لمرحله العلاج النفسي او انها تودي نفسها في المرحله دي. طيب انتوا اكتشفتوا منين ان في حاجه مش مظبوطه؟ يعني البنت توفت يوم السبت، دفنتوها يوم الاحد. هقول لحضرتك من اشياء معينه بحكم عملي. الحاجه الاولى ان انا ليا قريب هناك اللي هو رئيس الاسعاف في العريش واولاده. لما راحوا الصبح قلت له انا وكيل مكتبي بنته توفت عندكم وعاوز يجيب الجثمان بدون تشريح. الراجل تبنى الموضوع من الساعه 6 لما للاخر النهار. اتلقى فريق الجامعه كله من مشرفات لرئيس جامعه لعميد كليه لدار المقيمين فيه المغتربات مهتمين بالوضع وعاوزين يخلصوا الاسعافات بسرعه جدا. كانوا متلهفين ان الراجل ياخد بنته ويمشي. اثنين، ان البنت اصلا كانت صايمه في اليوم ده، وقبلها بدقائق كانت بتكلم والدها وبتكلم والدتها وبتقول لها انا عندي مغص. ثلاثه، التركيز اللي كانت فيه لما النيابه العامه راحت وحرزت الباب بتاع الاوضه وخدت الطالبات اللي في الاوضه، المفروض التركيز موجود
التلفيز ضاع ما تلاقيناش، التلفيز هيبقى فين؟ اتحط في مكان معين فيه القطط والفئران، فالقطة طيب. كانت ماتت. طب انا عندي برضو سؤال، كلها دي علامات ماشي، بس ان هناك لما طلع التقرير الاولاني ان الوفاة سببها سم او تسمم، هل هنا خدوا عينات من البنت؟ انتوا ما شكيتوش في اللحظة دي؟ لا شكينا، وايه على اساسه الاستاذ احمد سلامة تحرك على مباشرة ببلاغ للسيد النائب العام. يعني دفنتوا البنت وتقدمتوا ببلاغ؟ دفننا بالبنت عشان خاطر والدها، لان والدها ما عندوش الا هي وبنت اخرى متزوجه، وكان بيهزها معزه ومش عاوز بنته تتبهدل، وراجل فقير وبسيط الحال. طيب النهارده كان في تحيات في النيابه، قلتوا ايه في النيابه؟ النيابه العامه مشكوره برئاسه السيد النائب العام مكلف السيد المستشار المحامي العام الاول مع مدير امن الداخليه، وانتقلوا لقريه البنت وطلعوا كتمان وخدوا منه عينات بمعرفه الطب الشرعي، واحنا منتظرين النتيجه. ولكن انا كمتخصص في هذا المجال انا بقول لحضرتك الموضوع فيه ثلاث جرائم: جريمه بتقع على عاتق الجامعه وادارتها والنظام اللي متبع فيها، والاخر يا البنت وقعت زي ما حضرتك قلت في حديثك في الاول خالص وبشكرك عليه ان وقعت عمليه ابتزاز، لكن انا بستبعد دي لان البنت ظروفها الماديه وزميلتها تعلم ان البنت لا، هو ابتزاز نفسي، ان هو مش ابتزاز مالي، ابتزاز نفسي، اعتذري قولي ما اعرفش ايه على فيسبوك، في بين البنات وبعضها في الحاجات دي. انا فاهم كلام حضرتك، ولكن مش البنت دي برضه، البنت دي مؤمنه بطريقه اكثر من اللازم، مش ممكن توصل للمرحلة دي أبدا. واحدة صايمة بتصلي بتصوم بتقول لزميلتها ما ينفعش كده، يبقى مستحيل توصل للمرحلة دي. طب هل هي بلغت المشرفة لما الصور دي؟ ده كان السبب بقى يا فندم، ده كان السبب ان هي قالت لها ان انا هبلغ المشرفة، فعشان تخلص من ابلاغ المشرفة عملوا لها اللي حصل. يعني برضو ده ما نقدرش نؤكده لحد ما نشوف تحيات النيابة، ولكن ده الاتهام اللي انتوا بتتهموه احنا ما بنتهمش حد بشخص، ولكن موجود على تليفون البنت بنتنا، موجود على تليفون القتيلة. طيب الرسائل والمحادثات اللي تمت بينها وبين البنت اللي زميلتها اللي في الغرفة وبين الولد اللي هو استغل هذه الصور. شكر. كل ده موجود بالحرف الواحد. شكر. طب انتوا ايه الاتهام اللي انتوا بتتهموه؟ بتتهموه لمين؟ اولا بنتهمه للبنت عشان ما اذكرش اسماء برضه عشان ما تتخبش علينا طبعا. البنت اللي معاها والولد بنتهمهم بالقتل مع سبق الاصرار والتعصب بالسم، وضع عقوبتها حضرتك عارفها الاعدام. وفيه احتمال اخر اللي هو حضرتك اصحتيه في اول الحديث خالص، ان هم يكون ابتزاز، وبرضه دي جريمه بيعاقب عليها القانون. شكرا استاذ محمد سلامه محامي اسره نيره.